بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، وبالله نستعين، وعليه نتوكل، ومن الله دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. أيها الحفل الكريم، متابعين الأعزاء ومستمعين في الوطن العربي الكبير من مشارق الأرض ومغاربها، حيث هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تنطلق في هذه التظاهر الرياضية الجميلة في هذا الكرنفال الشعبي الكبير، ختامية المرموم، يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة. إذن شوطنا الثاني عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، حاملا في تحديات للإبكار المهدنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. إذن نسير وننطلق إلى الصدارة، ننطلق إلى مقدمة الشوط، نسير مع المركز الأول ليتابع هذا الانطلاق، ويتابع أيضا هذه التحديات الجميلة. الصدارة مع روز، روز التي تتقدم الأسماء وتسير على صدارة هذا الشوط لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي، بينما النقلة التالية إلى المركز الثاني. المركز الثاني نشرة لسعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، أما المركز الثالث فأجد وتواجد أيضا الوثبة، الوثبة لمحمد بن راشد بن سم المنصوري. ورابع المراكز اندفعت وانطلقت الطيارة لعلي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي، أما المركز الخامس فوجودا هنا من زمايم لأحمد أحمد بن هزيم بن محمد المسافري، ينطلق على المرتبة الخامسة في تحدياتي واندفاعتي هذا الشوط. ننتقل إلى المركز السادس الجمري، ناخذ المركز السادس ونتابع الواصلين الذين أتوا هناك بالفرقة الثانية بهذا الاندفاع الجميل. المركز السادس وصل الواصلين، وتقدمت الظبي لمهنا بن سعيد بن حميد اليحافي، يتقدم على سادس المراكز. المركز السابع سابعا وصول واندفاعتي أيضا، وتقدم وضوح، وضوح لراشد بن محمد بن بخيت المحرمي. أما المركز الثامن، ثامن المراكز، هناك إنجاز لعتيج بن عوض بن زيتون المهيري، بينما المركز التاسع فوصلت هملولة لبطي بن سالم، أيضا لبطي بن سالم بن علي بن سلطان السبوسيات على المركز التاسع، بينما المركز العاشر وزن لسعيد بن مصبع بن مايد المسافري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة في تحدياتنا، في انطلاقاتنا، في هذه القوة الكبرى، في منافسات الكبار. الرقص دائما يحلو مع الكبار، يحلو مع هذه التنافسات الجميلة والصراع الذي يحمل هذه التحديات. غيرت نشرة وأتت بهذه النشرة الإخبارية لتأتي وتؤكد بأنها على الصدارة وعلى المركز الأول لشاعر القمة. من يأتي على المركز الأول؟ سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على صدارة الشوط ويتقدم على المرتبة الأولى. إذن مضمر القمة وشاعر القمة ياتي على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني روز بدأت هنا وباحثة عن الفوز. إذن روز لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي يؤكد حضوره على المرتبة الثانية.
أما المركز الثالث فأرى قدوما من الوثبة القادمة 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 الوثبة لمحمد بن راشد بس سمى المنصوري يأتي على ثالث المراكز. أما المركز الرابع فقدوما من الطيارة لعلي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي. الله الله يا هذه المنافسة الجميلة ويا هذه التحديات الرائعة التي المركز الخامس خامس المراكز هنا قدوما على المركز الخامس. هناك على المركز الخامس في هذه اللحظات الجميلة إذا وصلت زمايم وتقدمت بالمركز الخامس لأحمد بن هزيم بن محمد المسافري. والمركز السادس وصلت وضوح لراشد بن محمد بن بخيت المحرمي. أما المركز السادس فهناك اندفاعت المركز السابع من الظبي الظبي المهنة بن سعيد بن حميد اليحافي. وتاسع المراكز المركز التاسع من وصل وتقدم من تحرك في هذه اللحظات الجميلة. الله 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 هنا وصول وتقدما كذلك من انجاز لعتيج بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. والمركز العاشر هنا مع هدبة لماجد بن حمد بن مطر المنصوري. اذا هذا النداء الثاني للمراكز العشرة الاولى المتقدمة والمتحركة. ولكن عودتنا عودتنا الى الصدارة عودتنا الى المقدمة عودتنا إلى الرقص الجميل إلى نشرة 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 على الصدارة نشرة على المقدمة على المركز الأول. تقدم هذه الانطلاقة الجميلة وتأتي بشعار سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الأول. إذا النشرة بدأت هنا على الصدارة بدأت هنا تشكل هذه الانطلاقة الجميلة والرائعة والممتازة في تحديات في اندفاعاتنا في قوة هذا المهرجان في قوة هذا الميدان الميدان الذكي. ولكن المركز الثاني ثاني المراكز وصلت هنا الوثبة وتقدمت أيضا بشعار محمد بن راشد بالسم المنصوري. بينما النقلة التالية إلى المركز الثالث فوصلت أيضا الطيارة لعلي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي. أما المركز الرابع فوصول وتجاوز تجاوزت في هذه اللحظات واندفعت سهم لحمد بن سعيد بن مهنة المحرمي. الله 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 يا سهم يا سهم الواصلة هنا في هذا الاندفاع ووصولا هنا من انجاز لعتيج بن عوض بن زيتون المهيري. ولكن نعود نعود الى نشرة نعود الى نشرة الى نشرة اللي على الصدارة اللي على المركز الاول مقدمة هذا العرض مقدمة لهذا الاداء الجميل الجميل والرائع هنا بالاندفاع الاخير بالاندفاع الكبير بالاندفاع المثير. اذا سعيد بن احمد بن دري الفلاحي يتقدم على القمة كما سمي بشاعر القمة ياتي على المركز الاول في هذه اللحظات الجميلة. ولكن سهم انطلقت كالسهم انطلقت على المركز الثاني وشكلت هذا السهم القاتل السهم المتقدم. اذا سهم على المركز الثاني لحمد بن سعيد بن مهنة المحرمي يشكل الخطر على المركز الاول ويكون في دائرة القوة في دائرة المنافسة. المركز الثالث قدوماً
جديد وتقدم رائع. وصلت أيضا إرسال، بدأت تشبك الإرسال وتشبك إرسالها مع المركز الأول ومع المركز الثاني لتكون هي بالمرتبة الثالثة. حضورا جميل وتقدما من إرسال لسالم بن علي بن سالم بن علي الاكتبي. إذا وصولا آخر من الفائزة لمظفر بن غلام بن موسى البلوشي، ووصل أيضا بالعوضي مقدما لأداء هنا المزن أحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. الله الله، وين وين الصدارة؟ إلى أين الصدارة؟ بل هناك ذهبت إلى سهم من انطلقت على الصدارة وتقدمت بالمركز الأول. إذا سهم على الصدارة، تقدم أيضا شعار حمد بن سعيد بن مهنا المحرمي هنا على الصدارة، ولكن المركز الثاني نشرة لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. إرسال على المركز الثالث لسالم بن علي بن سالم الاكتبي. رابعا المزن أحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. الله الله، بدأت القوة وبدأ الرقص مع الكبار، بدأ الرقص مع الكبار، بدأت المنافسة، المنافسة الكبيرة. إذا سهم تتصدر القائمة، تصنف نفسها بالمركز الأول وتنصب نفسها على الصدارة الأولى على المركز الأول. يقدمها حمد بن سعيد بن مهنا المحرمي على صدارة هذا الشوط. ونشرتاتي على المركز الثاني نشرة لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. إرسال 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 على المركز الثالث، إرسال القادمة بشعار سالم بن علي الاكتبي. رابعا الجليلة أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، ولكن خلاص 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 خلاص، السهم السهم السهم، انطلقت سهم وتقدمت كالسهم، انطلقت نحو الهدف، انطلقت نحو النيشان الذي هناك مع النهاية. إذا مشاهدين الأعزاء ومستمعين الأفاضل، تنطلق سهم وتقير وتندفع اندفاعات الفوز والناموس. تهانينا والناموس إلى مالك سهم حمد بن سعيد بن مهنا المحرمي على هذا الفوز والانتصار الجميل. ها هي لحظات الفوز ولحظات الوصول إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نشرة لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، ثالثا وصلت الجليلة لأحمد بن خليفة بن حاسم الدرمكي، رابعا مع اندفاعات الفائزة مظفر بن غلام بن موسى البلوشي، والمركز الخامس إرسال لسالم بن علي بن سالم الاكتبي. إذا متابعينا الكرام، شهدنا منافسة رائعة وشهدنا سهم من انطلقت كالسهم نحو الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك سهم حمد بن سعيد بن مهنا المحرمي. اذا توقيتها زمني المرافق لها نحو الفوز والانتصار 12 دقيقة واربعة وثلاثون ثانية وسبعة اجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل، بينما أتت نشرة وأدت العرض الرائع والممتاز تشكر عليه. إذا 12 دقيقة 36 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز والانتصار. وصلت بالمركز الثالث، كانت حاضرة أيضا الجليلة على المركز الثالث لأحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. توقيتها الزمني 12 دقيقة 38 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.